نروح بقى لاحد يعني ابرز النجوم الحقيقه اللي انا بحبك. شوف بقى انا بحب لعبك والله ما بهزر، انا بحب اتفرج عليك. يعني في لعيب كده العين ما شاء الله ربنا يحفظك تحب تتفرج عليه. يعني قول لي يا حسيني كلمني عن من اول انت ماسك الكاس وفرحه وطبعا لحظات يعني جميله جدا. خليني ارجع لك انت من اول ما طلعت مع الفريق الاول طلعت سنه كام؟ والله انا يعني بقالي تقريبا 3 سنين او 4 سنين مع الفريق الاول. طلعت وانا كنت لسه يعني لسه في الناشئين، وكان فاضل لي سنتين ثلاثه وانا في الناشئين، يعني مش كنت خلاص يعني على ابواب الدرجه الاولى. كان لسه قدامك سنتين، بقاله 4 سنين بالظبط بيتمرن ما شاء الله. كان كابتن محمد مصطفى ميدو اللي صعدك. كابتن ميدو اول واحد صعدني الدرجه. فاكر اول ما صعدك قال لك ايه؟ فاكر؟ اصل انا برجع بالفلاش باك ورا. هو انا بصراحه اول تمرينه دي بالنسبه لي شايف ضباب يعني بتمرن. قال لك موقف حلو قوي، عمل غلطه كده احمد صلاح راح مزعق له الواد ده. ما كان اول مره يعني ده انت ليك الشرف. والله اتخطف خطفه، انا قعدت اضحك ضحك والله. لا حول ولا قوه. طبعا اتمرن جنب يعني لعيبه مصر الاولى بالظبط. يعني اخويا كان بيلعب معاهم وكنت باجي اتفرج على تمارينهم واجي العب جنبهم في الملعب وانا صغير يعني. فلقيت نفسي مره واحده بلعب جنبه في الملعب وبيزعق لي، فاللي هو سكت يا جماعه مين جنبهم مش عارف اعمل حاجه. حلوه اللقطه دي، كابتن محمد صلاح بيوجهك الملعب انت فصلت. هو كان بيهزر اصلا، هو كان يعني هو قاعد يضحك بعدها. يعني بعد اربع سنين من اول تمرينه شايف انت النهارده في افريقيا انت واحد من المفاتيح المهمه للفوز طبعا كل فريق، وانت واحد من المفاتيح المهمه في كاس مصر اللي رجعتنا نلعب مباراه فاصله، وانت عمرك لا تعدى 22 سنه في وقت فريق الناحيه الثانيه جاي مدجج بالاجانب والكلام ده كله. شايف الاربع سنين دول انت رحت فين؟ يعني ايه اللي حصل معاك وايه الطفره اللي حصلت في مستواك؟ هو بالظبط يعني الاربع سنين دي اعتقد يعني بتبقى فرصه كامله ان انت تاخد تتعلم كل المواقف اللي ممكن تتحط فيها، بالذات يعني من اللعيبه الخبرات، وبالذات ان هو يعني الجهاز الفني كله، كابتن ميدو وكابتن جمعه وكابتن تايجر، كل دي يعني لعيبه عشره اللعيبه كلها كتير. وشافت كل الاحداث، فطبعا بيدونا خبراتهم واللعيبه كلها كانت بتساندنا. طب قيم نفسك في الاربع سنين زدت كام في الميه؟ انت اتكلم عن نفسك. لا يعني بصراحه زدت كتير قوي يعني كتير قوي. يعني زدت 50% خبره و60 يعني زدت يعني نسب كبيره، بالذات الخبره كمان. انت حاسس انت بقيت افضل؟ بالظبط اه، يعني حتى الخبره هي اللي بتدي تقل في الملعب او ثقه في الملعب ان الواحد يعمل اللي هو ايه واثق من ان هو يقدر يعمله. يعني انا ممكن اكون بعرف اعمل كده بس ما عنديش الثقه ان انا اعمل كده. كابتن محمد بيديك الثقه؟ يعني عمل ايه معاك على الهواء عشان يديك الثقه؟ لا مهم الحاجات دي خلي